قناة سينجابينغ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة سينجابينغ. كيما وعدناكم بالجديد كل يوم سبت وأحد كل جديد على أي بصحة فطوركم. وتحية للناس اللي كيدعموا قناة سينجابينغ واللي كيحبوا سينجابينغ. اليوم جيتكم بفيديو جديد أو فلوق جديد، حاجة طوب، اللهم بارك، يعني خاصة بطائر الحسون. نعم سيدي، طائر الحسون وكنار. بالنسبة للناس اللي كتسألوا على الأثمنة، كاين الأثمنة ديال القرع، كنقولهم سيباب، يعني وليدات ديال طائر الحسون راه وجدوا. الأثمنة كتراوح ما بين 160 درهم حتى 170 درهم، يعني ما بين 16 أورو 17 أورو ديبانو دابا، وأثمنة جد مناسبة. بالنسبة للعشاش أنا ما كنبغيش نصورهم، داكشي كيضرني في خاطري، ما كنبغيش نصور العشاش، هذا هو اللي كاين الإخوان. ولكن راه كاينه شي حاجه طوب غتعجبكم وتاب التجربه ديالكم ان شاء الله. وبغي نقدم ديديكاس سبيسيال وياه، انتي وانتي وانتي وخوتي، نتوما كاع خواتي، والله العظيم كنقدم لكم ديديكاس سبيسيال اينما كنتم، داخل الوطن او خارج الوطن، المغاربه كلهم راكم عزاز وغاليين. وكنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم والثقه ديالكم، ونتمنى الله يعجبكم فلوق ديال اليوم. وجمالك جمال تبارك الرحمن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قناة سينجابينغ أنا أخوت القرع، تبارك الله اللهم بارك، صحة جيدة اللي بغاهم ألف مرحبا. كتواجد سوق العبد البيضاء يوم السبت، الثمن أخويا 170 درهم. ها 170 درهم اللي بغاهم الإخوان، ألف مرحبا الله يبارك. أنا وخوت واحد البوح اللهم بارك، الطائرة مهاجر تا هو، الثمن ديالو 70 درهم، اللي بغاها 1000 مرة. شحال عندك تقريبا دابا؟ 15 يوم الإخوان، هو كيدخل في شهر ربعة، عنده وقت ديالو كيضرب في المغرب واحد 15 يوم، وكيهود جنوب إفريقيا. هو دي فرخ تما وكيرجع ثاني لاوروبا. دابا في المغرب كيدخل لي في شهر ربعه. كيدخل ياكل، كيهرب من اوروبا كيدخل هنا ياكل، وكيهود جنوب افريقيا كيفرخ تما وكيعاود يرجع. الله 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 الله. بوح القناوي، راه فيه ثلاثة الماركات، كاين البوح الجمجمي، البوح الجمجمي والبوح القناوي، وكاين الفاسي الزرهوني. وهذا الزرهوني، هذا الزرهوني، هذا الزرهوني. واللي بغى الاخوان الف مرحبا خوت، مرحبا اوليدات. كاين الاولاد ديال الزرزور، ديال الزرزور، تبارك الله اللهم تبارك الله، كليل هما كيحافظوا هذا الشغل، كيحافظوا الحسنيه، كيحافظوا الكنيسه، اللهم بارك. ها انتم الخوت، الثمن ديالهم اخويا هادو بغيت صورت انا، واش تصور؟ شحال الثمن ديالهم هادو؟ كيديروا 50 درهم للواحد، 50 درهم، ما كيحافظوا الاخوان هادو، تبارك الله، اللي بغاهم ألف مرحبا. ولاد الزرزور باقيين صغار، شتوهم؟ ها باقيين ياكلوا، باقيين توكلوا، باقيين يوكلوا، تبارك الرحمن. أنا خويا على حدايا، اللهم بارك، 50 درهم بياسة. اللهم بارك، 50 درهم. اللهم بارك. انا الخو ثاني اللي بغى شي حاجه عند الحاج، الف مرحبا، احسن كنار وكنار. هان من الوجوديه، هان رشيد، تحياتي تحياتي السي رشيد. انا الله يبارك فيك خويا رشيد، انا كنمشي عند الموالع، فهمتوا الاخوان، الموالع ديال بصح. واللي بغى شي حاجه الف مرحبا، لكن السلعه مليحه الله يبارك، كيما قلت شي هادو. واحد المايسترو تا هو اللهم بارك، هاني اللي بغى الف مرحبا، تبارك الرحمن. لا سوق العب الدار البيضاء كل يوم سبت واحد، كنحاولوا بما امكن نجيب لكم جديد. انا خوت اللهم بارك. اش من نوع هاد الكنار؟
ها فريز شحال الثمن ديالو هذا 3000 1700 درهم 170 درهم 170 درهم وهذا انت وتلقيني معاه ثلاثة شحال الذكور هادو 170 درهم اللي بغى شي حاجة ألف مرحبا هاني الرخاء والجديد الوالد الله يدير الخير جمالك جمال تبارك الله أنا الخوت محبين طائر الحسون اللهم بارك كيف ديما سوق عبد الرب هذا والجديد إلا ما كان الجديد ما نصوروش الخوتي ألف مرحبا وجمالك جمال تبارك الرحمن الله يدير الخير هذو طيور أقدام تبارك الله كل دار بعامين كل دار بخمس سنين والأثمنة كتراوح ما بين 1000 درهم 80000 فرانك كلهم داوين تبارك الله الله يبارك ثلاثة كداوين تبارك الله اللي داوي هو الوسطاني قولي كان داوي هذا كي تكلم واحد كذا الله واللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان ان شاء الله يكون خير والله يدير الخير الاخوان ديال المقنين بامت تبارك الله اللي بغاهم الف مرحبا كل هذه السنين واجي للخدمه اللي بغاهم الف مرحبا اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مرحبا الاخوان كان في اللون الابيض اللهم بارك ريسيسيف الذكر كيدير 400 درهم ريسيسيف نتوات هما 400 درهم من نتوى ريسيسيف 400 درهم دوري جي 40 اورو البياسه اللهم بارك ها شفتهم هنا يا خويا هادو الدومينو الدومينو 300 درهم الحبه كبار تبارك الله واجي للخدمه الاخوان اللي بغاهم الف مرحبا وهاد الاخ راه مولوع تبارك الله كيما كتشاهدوا معنا قفيزات راه مانتكين اللهم بارك واللي بغى شي حاجه الف مرحبا الريسيسيف والدومينيك دومينو البلدي ديالي اللهم بارك انا الخوت موحين محبين قناة السنقابين قال مرحبا هادو التيوات عندهم عام تبارك الله قطاع الحسن هما شاهدوا معنا هما كياكلوا الزواج شتوهم مزونين الله يبارك اللي بغا يخدم الف مرحبا هاديك راه البياسة ديال الموانو كيما كتشاهدوا معنا هايا هادو التيوات راه اربعة هما قدام عندهم العام والفوق والثمن زوين تو انا اخوان 10 اورو 10 اورو واه 100 درهم هما كيف كتشاهدوا معايا اللي بغاهم الف مرحبا الله الطيور تبارك الله كيما كتشاهد كان الله حفظك المرضي كان اي شيء اخر عاوتاني اللهم بارك تا هي عند عامين واجه الخدمه اللي بغى الف مرحبا اخرى اخوان ديالي الثمن ديالها تا هي 150 درهم 100 درهم اللي بغى الف مرحبا قديمه عامين وقابل للتجاوز الف مرحبا الله يبارك تبارك الله كاين هاد لي كانات هما هما سنيبرات هادو تبارك الله الثمن ديالهم الحبيب 90 درهم 80 درهم لا غلى على مسكين انا الخوت البوح اللهم بارك
بوح القناوي هذا كيضرب الليل. شحال عنده اخويا في القفص شحال؟ 9 شهور. 6 شهور، الثمن ديالو؟ 150 درهم. 150 درهم. هذا هو البوح القناوي. كيتكلم غير في الليل سبحان الله العظيم هو هذا. راه قديم عنده 9 شهور في القفص. واللي بغى ألف مرحبا كنتواجدوا في السوق راه بالدار البيضاء. الله يدير الخير. كما كتشاهدوا معنا السوق راه خاوي. ماشي كوم دابيتيد من شوية. واللي بغى الطوير ألف مرحبا. عواش مبروك الإخوان. تبارك الله. خوت هادو طيبطات اللهم بارك. تبارك الرحمن. شحال واخدهم أخويا؟ 1000 ريال 50 درهم من الحبة. قرعة هادو ياك. هاي. واللي بغى شي حاجة ألف مرحبا. كوم دابيتيد سوق قرعة بالدار البيضاء يوم السبت. وكنحاولوا بما أمكن نشدوا لكم الجديد. الله يدير الخير. زحمومة الشحروف اللهم بارك. هذا عصفور هذا شوف طائر العصفور هذا قديم في القفز هذا هيك عادي جاو جوبك يخرجوا به الماسكو مع الكنار وهادي زحمومة هاي واللي بغى شي حاجه الف مرحبا الاخوان